بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة صغيرة الحجم، سهلة الأسلوب، ميسرة المعاني، محلاة بالصور. إخوان، غادي نبداو أول حصة، هي بواحد دقيقة ديال الترحم على الأبرياء، على خوتنا المسلمين اللي تيموتوا في المستشفيات ديال وزارة الصحة وفي المساحات الخاصة، اللي تيموتوا على يد المجرمين الأطباء، نعلة الله عليهم في هذا اليوم. إخواننا، دابا حنا غادي نوقفوا. وعليه كما العادة، وبدون نفاق، بدون نفاق، نبداو ندعو مع الملك هذا محمد السادس، والولي العهد، والأميرة خديجة أميرة الدار البيضاء، ندعو معهم هما الأولين، ونحيدهم لنا من الطريق. ونتمناو دابا نشكرو الملك لأن نقص لنا 15 جرو من ديك الحكومة تاع الكلاب، رغم أنها غادي تقام على الخزينة المغربية بالملايير، أحسن من كمارتهم. وتنتمناو من عند الملك باش يشوف لينا مع هاد الكلاب اللي باقيين دابا، اللي كاينين دابا في الحكومة، والكلاب جداد اللي دخلوا هما، ما خصنا نحاسبوهم في البداية، بإسم الله، وهذا الملك ولي أمير المؤمنين، تنحملوا لي هذه المسؤولية، لأن هادو غادي يدخلوا عاوتاني وغادي يسرقوا في الأموال ديال الشعب، ديال الفقراء بحالي وبحالك وبحالو وبحالهم وبحالنا. لأن يا ذاك الملك راه عينا من هاد التشفر، عينا من هاد التمثيليات، ديال التعديلات. اش من التعديل خويا المسلم، خصك تفيق وما تبقاش تصنت الخطابات ديال المساجد المغربية اللي جاية من عندك التوفيق، اللي دابا تقريبا 20 عام هو في الوزارة. دابا هذا غادي يولي امير المؤمنين الثاني، عندنا الامير المؤمنين ديال 20 عام دابا، وهذا التوفيق قريب له حتى هو غادي يولي امير المؤمنين. شي مره يكتب لنا شي تاريخ يقولك بانه كان هو اللي دار. فلهذه خوتي المغاربه، ما تصنتوش الخطابات ديال المساجد، لانهم مكتوبين مع الواحد الكافر، واحد الكافر تيمثل أمير المؤمنين. وإحنا ما قلنا لكم ما خصناش بوزارة الأوقاف، أقولها وأعيدها وأتحمل مسؤوليتها. فلهذا الخطابات ديال المساجد ما نقاوش، كما يقول القوري ديمودي، كما قال ترامب أو ديتد. فلهذا الخطابات ديال المساجد خصنا، لأنهم تكذبوا عليكم بإسم الله وتمشي تصوتوا عليهم باش يوليو ملايير وينصبوكم، ياخذوا لكم حقوقكم،
حقوقكم عباد الله. واش نتايا داك المواطن داك المسلم اللي في البادية وما عندكش مستوصف، ما عندكش طبيب، ما عندكش شنو هي ديك الفرملية، وما عندكش المعلم اللي يقرا لك التلاميذ ديالك، ما عندكش الحافلة دي الدراري للمدارس الاخرى، ما عندهم هذا كلهم. تقول الحكومة تعطيوها لكم، ولكن رئيس الجامعات ياخذها وتبيعها للمدارس الحرة. المدارس شنو قالك واحد نقولش لها حرة، قول لها خاصة، بحال بحال كلشي كلاب. هادو رؤاس الجماعات تياخذوا لكم حقكم وتبيعوه للخصوص، الخصاص هادوك اللي تصوتوا عليهم اللي تقولوا لهم الحاج ما كاين لا حاج لا والو. دابا السعوديه تفتحات، دابا السعوديه فيزا تمشي تما اي وقيته، ما بقاش تقول لي غتمشي للحاج. سير السعوديه قسم مع راسك مدي، ما بقاش يقول الحاج مشي، الا مشى الحاج يحج راسو، تيحج لي انايا، تيحج ليه نفسه، لان الاسلام وجب عليه هذيك الشريعه الخامسه الا استطاع لها في سبيل استطاعها ولا ما يقولوا لها. فلهذا ميمشيش بالكريدي وماشيش يمشي ويخلي مرتو وراه، مش يقول لي الحاج اش من الحاج، ما حاج حتى حلوه. خوتي المغاربه فهاد اليوم الجمعه دابا تنتسناو لي خصني نزرب هاد الخطبه باش نمشي نشوف الملك تيخطب على دوك الكلاب، على دوك لي بينغوان. مشيت تيخطب عليهم اليوم ونشوف، ونتمنى من دوك الطباخه ولا دوك التريتور ما يجيبوش ليهم الحلوى، ولا جابوا ليهم الحلوى يجيبوا ليهم دوك الكاري باك ديال البيئه، ما يجيبوش ليهم البلاستيك. غادي يخونوا الحلوى اليوم، غادي يخونوها. ونتمنى من ديك الصحافه المزوره اللي عندنا تما يصوروا لنا داك الشيء ويصيفطوا لنا باش ندرسو. نتي هادو دابا تلقاهم اليوم في البرلمان، اي برلمانيه واي كلب ولا اي كلبه اليوم مشاو شراو الجلالب وشراو هذا والمكياج، وفينا هو الاسلام. ومشاو عند الكوافيره وصابوا شعرهم وداروا ديك الريحه تحت هنايا اللي عمرهم ما تيديروها، لان القصر الديوان الملكي تشكى، تيجيو لي خانزين فيهم الريحه. يا اخوتي المغاربه، والاسلام تدعي بالنظافه من الايمان، وهاد الكلاب اللي هادو اللي كاينين في البرلمان ما تعرفوا لا نظام ولا ايمان ولا والو، تعرفوا غير النكاح الغير الشرعي والرقيه الغير الشرعيه، هادشي تعرفوا. هادو الاحسان والعداله والتنميه هادو، وهاد الاحزاب هادو المزورين، الاحزاب هادو اللي قالبينها ملاكمة. الله على ديك الكلام البنية اللي قالبينها بنية في المؤتمرات ديالهم. واش عباد الله، واش حنا الاسلام معروفين بالعنف؟ قول لي يا اخي المواطن، قول لي واش حنا تنعرفوا العنف؟ قول لي واش حاش بدنا نستعمل شادي ها، لان ما تعرفوش، تعرفوا غير العنف كلشي. فلهذا ما تصوتوش عليهم. صوتوا على داك الحزب ديال اسمه داك الاستاذ زيان، ولا داك اسمه بلافريش، ديعوا الاصوات على هذوك الجوج هذوك ديال داك منيب. اما هادو والو، هادو كلهم ولاد الحرام. شفاره اقولها واعيدها واتحمل مسؤوليتها. فلهذا اخونا مدير، حنا مشينا نقول لكم هادشي بواحد القراءه بسيطه باش تتفهم ولا نفهم، فهمتي واضحه. الله اليوم عطاني شي كلمات فهمتي دليل داك النحو الباح. والاوراش اللي ما كملوهاش، خطفوا فلوسها هاد الكلاب اللي دابا من واحد ربع ساعه غادي يكونوا قدام الملك. قدام داك الراميد غيجي مع طلعه الثاني، داك الكلب داك الحلوف هذاك الراميد، لا داك الراميد هاك قلت سيدي بنور، هذاك الكذاب هذاك غادي يجي هو الاخر. زعما كاين راه بيك 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 اش من بيك، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلهذا اخوتي دابا حنا كما قلنا لكم، هذه الخطبه ما عندها لا علاقه مع وزاره الاوقاف، ما عندها لا علاقه مع البلاط الملكي والديوان الملكي، هذه من ديال الجمعيه الملكيه المغربيه تاع السكيرية، لان حنا تنامنوا بالايمان وتنامنوا بالله ومحمد رسول الله، ما تنفقوش ان حنا والو، تنامنوا جميع اركان الاسلام تنديروهم.
مدي لهذا هادو تكذبوا عليكم. ها هي داك المراكي باغي تفرج فيا، ما تيقش بهم، قلت لك ما تيقش بهم ما تيقش. والاخوان اللي عنده شي ديك كازمن عنده شي ماكينه بحال هادي يصيفط ليا، يصيفط ليا الخطاب ديال الملك، ما بال ما نشدوش في الاذاعه ديال العريشي، لانه ما تيخلصش، ما تيخلصش حتى اللايف مدي. ايوا مره تشدو مره ما تشدوش، مدي جديدي تشد مع الاذاعه اخرى. فلهذا يا اخي المغربي تنودعك ونخليك على خير، ونوادو ونديرو واحد قال لك واحد دير لنا الفاتحه، غادي نمشي نقلب على الفاتحه. فينا هي الفاتحه؟ فينا هي في الفاتحه ما قيداش مشى هزني الماء. فين فين الفاتحه؟ فين الفاتحه؟ الفاتحه هي اللي نمشي ليها لي يا ربي العالمين. يا اللي وقع العبد الله يا اللي نقراو صافي فهمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المنصوب عليهم ولا الضالين. هذيك اللي نقراها ودوك الفقيه تيجينا بديك المصويطه وتيسلخنا، حنا نقرا ديك اللوحه اللي تفكرني هي ايام الجامع، مشات ايام الجامع لهم قال لها جامع لا والو، ولا غير تك 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 تك. اخوان المغاربه نتمنى لكم جمعه مباركه ولا شنو تقولوا لها، وتكيسوا على الكسكسو واللبن راه يطيح لكم الكرش فهمتي. فلهذا مودعكم ونشوفكم من بعد، من بعد الخطاب ديال الملك اللي غادي يخطب على لك البرلمانيين باش يتسنطوا لي من هاد الودن ويلوحوا بالاخرى فهمتي. حتى حاجه ما تقال لهم في الراس، لانهم حيامير كلاب كلاب. واش بغيتي وبغيتي عباد الله اش بغيتي دير مع هاد الملك؟ كل ست شهور ما كل تيخطب عليهم والحرام ما تيديروا والو. فلهذا اودعكم الى اللقاء ان شاء الله في مناسبه سعيده. وانتم تشوفوا قال لي ما تلبش ديك اللبسه، انا لبستها اليوم. اي الله يعاون، سلامه.